أنا مستمرة تغطيتنا لليوم الوطني الإماراتي 48 من هنا من دبي، ودامنا في دبي خليني أبدأ بكلمات الملهم والمثال الشيخ محمد بن راشد المكتوم في قصيدة أسود الجزيرة اللي قال فيها: يا محمد فضلكم عم البلاد، نعم بالسعود حامين الحرم، نحن وانتو شعب واحد بالوكاد، يجتمع فنسابنا دم ورحم. الله صح لسانه طبعا.